الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل ما إن بقي الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداوادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا وويلا كالبدر فوق الذئاب ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوادي هذا راس الحسين على رمح طويل زين أين الجسد يا شاعر قال لهفه على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النائب رض جيادي ولهفته على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في أصفادي بأي حال يا شاعر قال باد الظنا يشكو على عار المطار عض القيود هو مثقل أصفادي ويصيح وعذ الله أين عشيرة ويصيح وعذ الله أين عشيرة وسرى تقاوم أين أهل وداد منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغرايا بفرقتين وبعاديك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون
والليل كل من العبادة ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم اغصون في فرد ساعة، وسدوهم حر الاتراب لا يشف الجسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العريس مذبوح مذبوح، ولا شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاش. ويلي أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعايني ودمومه تفور تفور، وقلوب نفتها بونينا وعينه الدور، كل ما طلع للمعركة منا بدر، لكن ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعلى حرقا، وخيمنا وركبا وزينب. السيد الحلي كانت له عادة في كل سنة يألف قصيدة ويذهب بها إلى ضريح الحسين يقرأها هناك المرة الأولى. سنة من السنوات أنشأ قصيدة، ألف قصيدة، وكانت القصيدة ترتبط بالاستغاثة بالإمام المهدي، وطلع كعادته يريد يقرأ عن ضريح الحسين، طالع من النجف قاصد إلى، أو من الحلة قاصد إلى كربلاء. في الطريق تعرف سنين أول زين الناس تمشي، مشي على الأقدام، فصار يمشي على الأقدام. في وسط البيداء التقى برجل عليه سيماء العرب، يعني لباس العربي، سلم عليه: سلام عليكم سيد. قال: وعليكم السلام. قال: إلى أين ماضي؟ قال: ماضي إلى قبري أبي عبد الله الحسين. قال: وأنا كذلك، أمشي ويا، تأذن لي أرافق في المسيرة في المسير؟ قال: نعم. فبدأ يمشي معه، التفت إليه هذا الرجل الغريب، التفت إلى السيد الحلي، قال: يا سيد، الآن الطريق طويل وإنت شاعر، فهل لا أنشدتني في جدي الحسين شعرا؟ طبعا هو هذا السيد ما التفت إلى كلمة هذا الرجل الغريب، قال: هل لا أنشدتني في جدي الحسين شعرا؟ قال: خيرا. فبدأ يقرأ عليه بعض القصائد التي كانت عنده قديما لم ألفنها من سنوات. قال: لا، مو هذه القصيدة. قال: زين، اختار قصيدة ثانية. وهكذا كل ما قرأ عليه مطلع قصيدة من قصائده قال: لا. قال: إذن أي قصيدة أنت تطلبها؟ أنت يمكن عندك قصيدة في بالك تريدني أقرأها. قال: نعم، أريدك أن تقرأ قصيدة مات التصبر في انتظارك. أيها المحيي الشريعة، هي هذه أول قصيدة الآن، إلى الآن ما قرأها عند قبر الحسين، وهذا رايح شايلها في جيبه حتى يقرأها عند قبر الحسين. التفت إلى هذا الرجل، قال له: يا هذا، هذه قصيدة جديدة وفيها كلمات جزلة، وأود عليك إعرابي يمكن ما تعرف ما تحسن هذه الكلمات ومعاني هالكلمات. قال: لا عليك. شوف إلى الآن مو ملتفت السيد الحلي أن هذا الرجل قاعد يعطي إخبارات غيبية، لكن مو متنبه إلى نفسه. قال له: خير، طلع القصيدة وبدأ يقرأها: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة،
طالت حبال عواتق فمتى تكون به قطيعة. وبدأ يقرأ الأبيات إلى أن وصل إلى هذه المقطوعة: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. يقول هنا: وإذا بهذا الرجل صار يصفق يد بيد وهو يقول: يا سيد الأمر ليس بيدي. ترى الأمر مو بيدي، الأمر مو في يدي يا سيد. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمياض من تلك فجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنايات ضلوعايا؟ يقول السيد: لما وصلت إلى هذا البيت وإذا بذلك الرجل ينادي: حسبك يا سيد. بس لا تواصل بعد: حسبك يا سيد. ثم غاب عن ناظري ولم أره بعد ذلك. علمت أنه صاحب الأمر والزمان. أي بيت هذا الذي وصل إليه ما تحمله صاحب الزمان؟ يقول: لما وصل إلى هالبيت أوالي ورضيعه بدم الوريد مخضبا فاطلب رضيع ذبحت وال أمية ضامه إلى جنب الشريعة تنسى يا أبو صالح أبوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فاه بزان وارماح وهجموا على خيام الأعادي وبنسعى صاح هجموا على حليمة ذبح ليث الحريب بعد يا صاحب الزمان وانشدها للشامات علي وقفاها في وسط مجلس باليتامى الشهرة يعرفون جدها وياه يمها ومن أبوها وياهم أخوتها ومن توقف غريب علامة علامة يا راعي الثار ما تنهض علامة وتنشر لليتانونك علامة علامة نسب متون عماته فنهايض شبع عضبين له الأرواح مذعنة مطيعة واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شير